مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح تفصيل عقد الدرر في الطرق العشر لنافع لفضيلة الشيخ محمد ابن الشريف السحابي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فذكرنا في الكلام السابق رواة نافع الأربعة، وهم ورش وقالون وإسحاق المسيبي وإسماعيل، وذكرنا لكل واحد من هؤلاء من رووا عنه. فذكرنا لورش ثلاث رواة، وهم أبو يعقوب الأزرق وعبد الصمد العتقي ومحمد بن عبد الرحيم الصبهاني. ثم ذكرنا لقالون كذلك من روى عنه، وهم ثلاثة أيضا، وهم محمد بن هارون المروزي أبو نشيط، وأحمد بن يزيد الحلواني، والقاضي إسماعيل البغدادي. ثم ذكرنا إسحاق المسيبي، وأيضا له راويان، محمد بن إسحاق وهو ولده، ومحمد بن سعدان النحوي. وذكرنا من روى عن إسماعيل عن إسماعيل بن جعفر، وأيضا له راويان، أحمد بن فرح المفسر وعبد الرحمن بن عبدوس أبو الزعراء. فالرواة أربعة عن نافع، ومن روى عنهم عشرة، فسميت بهذه ولأجل هذا سميت بالروايات العشر أو بالطرق العشر. وهذه الروايات العشر أو الطرق العشر مجموعة كلها في كتاب التعريف للحافظ أبي عمرو الداني، ثم نظمه العلماء، نظموا الروايات العشر، فبعضهم اقتصر على رواية قالون ورواية ورش وقالون من طريق واحد، أي ورش روى يعني روى ورش، وثم من روى عنه وهو أبو يعقوب الأزرق، وقالون روى عنه محمد بن نشيط، محمد بن هارون المروزي، وهذا ما ذكره صاحب الدرار في رجزه، فاقتصر على ورش وعلى قالون، لكن لكل واحد من رواية واحدة فقط. كذلك الإمام الشاطبي أيضا يعني هكذا فيه ما ليس فيه إلا هذا، وأخذ الإمام الشاطبي كذلك يعني رواية ورش ورواية قالون أيضا من كتاب التيسير للحافظ أبي عمرو الداني. فلما يعني كان هذا الأمر هكذا يعني النظم
اشتمل على راويين وهم ورش وقالون. العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن غازي المكناسي المتوفى سنة 1919 للهجرة نظم ما يعني لم يكن في الدرار، فكمل ما في الدرار اللوامع، أكمل ما في الدرار أو كمل ما في الدرار اللوامع، أي أكمل رواية العشر والتي لم يذكرها لم يذكر ابن بري رحمه الله إلا يعني إلا اثنين كما سبق. فإذا جمعنا مثلا رجز بن بري الدرر اللوامع وضممنا إليه تفصيل العقد بن غازي فتكون فيه يعني تكون هذه الروايات العشر كلها اجتمعت في النظمين، أي نظم الدرار ونظم تفصيل العقد الدرار. ابن غازي هذا من العلماء والأئمة الكبار، من الأئمة والعلماء الكبار، وهو عالم مشارك. إذا قلنا عالم مشارك أي مشارك في جميع العلوم، فإذا ذهبت إلى اللغة العربية فتجده إماما فيها، كذلك في التفسير أيضا، وكذلك في الفقه والحديث أيضا، وأيضا في علم الفلك أيضا، فهو عالم حيسوبي وكذلك فرضي، أي عالم في الفرائض، فهو موسوعة يعني في هذه العلوم ابن غازي رحمه الله. وله تآليف كثيرة، له تآليف كثيرة، فله يعني التفسير، له النحو، شرح الألفية، شرح ألفية ابن مالك، وكذلك له كتاب في التفسير، وكذلك شرح هذا حرز الأماني، وغيرهم غير هؤلاء من ذكرنا من التآليف يعني كانت لهذا الإمام الكبير. فهو يعني هذا ابن غازي من الأئمة الكبار المعروفين يعني عند العلماء، وكذلك مؤرخ، أديب إلى غير ذلك من هذه العلوم، فهو في الحقيقة موسوعة كما ذكرت. ابن غازي هذا رحمه الله قد قرأ هذه الطرق العشرة على يعني على شيخه العالم العلامة الإمام الكبير أبو عبد الله محمد بن الحسين المعروف بالصغير، هذا هو إمامه في هذا الفن وفي غيره من الفنون، وقد أثنى عليه كثيرا ابن غازي وذكره في فهرسته، لأن ابن غازي من مؤلفاته فهرسة معروفة ومطبوعة، فهرسة ابن غازي، هذه الفهرسة جمع فيها شيوخه ومن قرأ عليهم، وكذلك جمع فيه شيوخ شيوخه، ويعني هذه الفهرسة من ابن غازي إلى الإمام إلى الحافظ أبي عمرو الداني، وإلى طريق من رواية بإسناد آخر إلى ابن نفيس المصري، والذي أسانيدنا في السبعة تنتهي إلى ابن نفيس المصري، وإلى ابن نفيس انتهى علو الإسناد في الإقراء، أي إلى ابن نفيس انتهى علو الإسناد في القراء الإقراء، فلما يعني وصل السند إلى ابن نفيس تفرع هذا الإسناد عن هذا الإمام الكبير، فصار لكل راوي بأسانده إلى مثلا يعني أساند ابن نفيس إلى ورش وإلى نافع، وكذلك إسناد ابن نفيس إلى قالون بإسناده إلى قانون إلى نافع، وهكذا فيما يخص قراءة ابن كثير كذلك بإسنادها إلى ابن كثير، وهكذا حتى يعني انتهى أسانيد الأئمة السبعة من ابن نفيس إلى هؤلاء القراء السبعة، فأسانيدنا موجودة في هذا في أسانيد ابن نفيس، واختص المغاربة بهذا الإسناد أيضا، فلم يشاركهم فيه أحد، أي
إسناد ابن نفيس المصري يعني لم يشارك فيه أحد، فهذه هذا الإسناد الذي انتهى إلى ابن نفيس هو أيضا من الأسانيد الخاصة بأهل المغرب، ولنا أسانيد أخرى مشتركة مع الآخرين وهي أسانيدنا إلى الإمام الشاطبي وكذلك أسانيدنا إلى الإمام الداني. فالأسانيد التي تنتهي إلى ابن نفيس يعني هي لم تمر على الإمام الشاطبي ولم تمر على الإمام الحافظ أبي عمرو الداني، فلها أسانيد أخرى انتهت إلى ابن نفيس. ابن نفيس هذا كان معاصر للإمام الداني لكنه عمر أكثر من الإمام الداني، أي له عمر طويل أكثر من الإمام الحافظ أبي عمرو الداني. فعند يعني الأسانيد هكذا تكون هكذا الأسانيد فلان عن فلان عن فلان، فلما تنتهي إلى رجل من الرجال تتفرع هذه الأسانيد فيمشي إسناد إلى هكذا وإسناد هكذا، يعني مثل النهر الذي اجتمع فيه عدة وديان، فالأودية تأتي من هنا وتنتهي من هنا وتنتهي من هنا ثم تنتهي إلى النهر الكبير، وهذه الأسانيد هكذا فهي تتفرع تمشي من عالم أو من شيخ هذه الأسانيد ثم تتفرع، معنى تتفرع أي تصير لها أسانيد، لأن الإمام مثلا يعني لم يقرأ عليه واحد فقط بل قرأ عليه المئات يعني من الشيوخ. وهكذا فأسانيدنا يعني المغاربة هكذا تتفرع، يعني تتفرع هذه الأسانيد ثم تنتهي إلى ابن نفيس، وعند ابن نفيس أيضا تتفرع هذه الأسانيد يعني تنتهي إلى أسانيد القراء السبعة. أيضا كما ذكرت لنا أسانيد كما ذكرت تنتهي إلى الإمام الشاطبي، والإمام الشاطبي كذلك إلى أبي الحسن علي بن هذيل، وإلى الحسن بن علي بن هذيل من قرأ على الحافظ الإمام أبي داود سليمان بن النجاح، وأبو داود سليمان بن النجاح قرأ على الإمام الداني، والإمام الداني له أسانيد معروفة في السبع وفي غيرها وفي هذه العشرة، كل راوي بإسناده رواية وقراءة فهي مسطورة في تآليفه التي ألفها ومعروفة ومشهورة. فابن غازي هكذا له أسانيد فيما يخص السبعة، أسانيد تنتهي إلى الإمام الحافظ أبي عمرو الداني وتنتهي أيضا إلى ابن نفيس. أسانيد الحافظ أبي عمرو الداني هذه يشاركون فيها يعني غير أهل المغرب، ولكن نختص بالأسانيد التي انتهت إلى ابن نفيس رحمه الله. هذه الطرق العشرة أو الرواية العشر هي لم تنتهي إلى ابن نفيس، إنما انتهت إلى مؤلف كتاب التعريف وهو الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله. هذا النظم الذي نحن الآن بصدده ونحن إن شاء الله نفسره ونشرحه حسب الاستطاعة وحسب الإمكان مسمى تفصيل العقد، تفصيل العقدي أو تفصيل عقد الدرر، تفصيل العقد أو تفصيل عقد الدرر. سمي التفصيل لأنه فصل فيه ما لم يفصله أبي الحسن صاحب الدرر، فهو قد فصل يعني ما لم يذكره كما ذكرنا ابن بري رحمه الله في رجزه الدرر اللوامع. فتجتمع يعني كما ذكرت تجتمع العشرة في هذين النظمين. ابن غازي رحمه الله ابتدأ قوله الحمد للإله والصلاة على الذي به اقتدى الهدات، فبدأ النظم بالحمد واقتداء بالقرآن، لأن القرآن يعني المبدوء به هو الحمد لله رب العالمين، والعلماء أيضا يبتدئون تآلفهم بالحمد، وبعضهم يقتصر على البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واسع إن شاء الله. فالنظم هكذا ابن غازي بدأ نظمه هكذا بالحمد،
والحمد لكن لا بد للعالم الذي يريد أن يؤلف لا بد إما أن يبتدئ نظمه بسم الله الرحمن الرحيم وإما أن يبتدئ نظمه بالحمد. فقال الحمد للإله، للإله أي المعبود، الإله هو المعبود، الإله المعبود. وكلمة إله من آلهة يعني وهو إذا اشتغل الإنسان به، فسمي الإله إلها لأن القلوب تتأله به أي تتعبد به الإله، والإله هو المعبود. والمعبود هنا المقصود به الإله، الإله المعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان العرب يعني المشركون لهم آلهة يتألهون بها، معناه يعبدونها يقدسونها يطلبون بها الحاجة عندها الحاجات من دفع الضرر أو جلب النفع إلى غير ذلك. ولكن المؤمن الموحد لا يطلب هذه المسائل إلا من الإله الذي يعبد بحق. فالمقصود بالناظم رحمه الله الحمد لله أي الإله المعبود بحق، المعبود بحق، هكذا المعبود بحق. لأن إذا قلنا المعبود لا، لأن هناك آلهة كانت معبودة، ولكن إذا قلنا الإله المعبود بحق تخرج جميع الآلهة التي كانت تعبد بباطل، كانت تعبد بباطل. فالمقصود بالإله الإله الذي عليه أهل التوحيد، الإله الذي عليه أهل التوحيد. والحمد هو الثناء على الله، إذا قلنا الحمد لله يعني قد أثنيت على الله تبارك وتعالى غاية الثناء، يعني ما بقي ثناء يعني أعظم من الحمد. إذا قلت الحمد الحمد لله فقد أثنيت على الله غاية الثناء. وكلمة الحمد هذه خاصة بالإله سبحانه وتعالى، لا ينبغي لأحد أن يقول له أحمدك، لا، لكن تقول له أشكرك جائز هذا، لأن الشكر أيضا ثناء، الشكر ثناء. فيجوز الإنسان أن يشكر المخلوق فتقول له أشكرك أو شكرا لك، ولكن الحمد هذا خاص بالإله سبحانه وتعالى، لا ينبغي للإنسان يعني أن يحمد أحدا غير الله، أن يحمد أحدا غير الله. الحمد هذا عظيم، يعني عظيم هذا الحمد. وذكرت في شرح الدرر أن الله تعالى ابتدأ الخلق بالحمد، ابتدأ الخلق بالحمد، فقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد لله خلق السماوات والأرض، ابتدأ الخلق بالحمد. وانتهى نهاية الدنيا بالحمد، بالحمد. ولما دخل أهل الجنة أيضا دخلوا بالحمد. فالحمد عظيم، ابتدأ الله تعالى به الخلق وانتهى بالخلق بكلمة الحمد، ولهذا كان الحمد عظيما. ولهذا الله تبارك وتعالى جعل لهذه الأمة ما تقرأ في الصلاة أول شيء الحمد، الحمد لله. ولهذا كانت لما كانت سورة الحمد، سورة الحمد مبتدأ بالحمد، كانت هي السبع المثاني، هي السبع المثاني والقرآن العظيم كما في الحديث. الحمد هي السبع المثاني والقرآن العظيم كما في حديث يعني أبي المنذر الصحابي لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقال له لا تخرج من المسجد حتى أعلمك سورة ما أنزل الله تعالى في الزبور ولا في الإنجيل ولا في التوراة ولا حتى في القرآن مثلها.
قال فجعلت أتباطأ المشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إلى الباب قلت يا رسول الله الصورة التي أردت أن تعلمني. قال كيف تقرأ في الصلاة؟ فقلت أقرأ الحمد لله. فقال هيا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. فكلمة الحمد كلمة يعني عظيمة، وسورة الحمد المبتدأ بكلمة الحمد هي كذلك هي يعني عظيمة، وهي يعني السبع المثاني وهي القرآن العظيم. ولهذا الله سبحانه وتعالى ما حمده أو ما أثنى عليه عبد أكثر من إذا أثنى عليه بكلمة الحمد. ولهذا بالحديث والحمد لله تملأ الميزان، يعني تملأ الميزان الحسنات. ولهذا في كثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالحمد، والمؤمن دائما يحمد الله تبارك وتعالى يعني في جميع تقلباته، في جميع يعني تغيير أحواله لا بد يعني الإنسان أن يذكر الحمد. فإذا فرغ من الأكل قال الحمد لله، وهكذا يعني في يعني كلمة الحمد كلمة عظيمة يعني للمؤمن، عليه أن يلتزم بها وعليه أن لا ينسى، وعليه أن لا ينسى كلمة الحمد. ولهذا العلماء قالوا إذا قال العبد الحمد لله فقال هذه غاية الثناء، بمعنى أنه لم يبقى أن تثني على الله بأي كلمة يعني أعظم وأكثر من كلمتك الحمد لله الحمد لله. ولهذا الناظم والعلماء ابتدأوا كلاما، مثل الشاطبي ابتدأ بالحمد، مثل ابن عاشر ابتدأ بالحمد، كذلك يعني غير من هؤلاء الأئمة ذكروا في أول يعني نظمهم أو في أول كتابهم الحمد لله الحمد لله. فالناظم اتبع هذه السنة، سنة العلماء، لأن ذكرت في بعض الدروس أن العلماء يعني منهجهم واحد، منهج العلماء واحد، معناه بمعنى أن المنهج واحد، فصاروا عليه هكذا. لما كان القرآن مبدوءا بالحمد فكل صاحب كتاب أو صاحب تأليف ابتدأ يعني كتابه اقتداء بالقرآن الكريم، اقتداء بكلام كلام الله، ابتدأ كلامه بكلمة الحمد، فقال الحمد لله. وفي الحديث وإن كان فيه ضعف كل ذي أمر بال، ذي بال لا يبدأ فيه أو لا يبتدأ فيه بالحمد فهو أجذم، أجذم بالذال، وأجذم بمعنى مقطوع البركة، وفي رواية أبتر أي ناقص البركة، أجذم أي مقطوع البركة. فالعلماء يعني هكذا يعني لا تجد أحدا ألف كتابا نثرا أو نظما إلا وكما ذكرنا أن يبتدئه بكلمة الحمد أو بكلمة البسملة. قال الحمد للإله والصلاة، يعني الناظم رحمه الله لما حمد الله ذكر الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا العلماء لما يذكرون الحمد في كتبهم لا بد أن يصلوا على صاحب الرسالة الذي علمنا وجاء بهذا الدين. فقال فهو في الدرجة الثانية بعد الحمد لله، يأتي في الدرجة الثانية الحمد على الترتيب هكذا، الحمد للإله والصلاة. الصلاة يعني المعروفة، الصلاة هي للعهد، لام للعهد، الصلاة أي صلاة المعروفة المعهودة، وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه الصلاة المعروفة والمعهودة. الحمد لله والصلاة على الذي، على الذي كلمة الذي موصول، والموصول هو عام، الموصولات عامة، الموصولات عامة، والصلاة على الذي، كلمة الذي عامة،
يعني ما زال الناظم رحمه الله لم يبين لنا هذه الصلاة على هذا الذي من هو. فقال الحمد للإله والصلاة على الذي به اقتدى الهداة. على الذي به اقتدى الهداة أي على الذي اقتدى به الهداة، والهداة جمع هادين، هادين أي الذي يهدي الناس إلى الخير. ولا يهدي الإنسان الناس إلى الخير إلا إذا كان هو مهدي، مهدي. فالهداة جمع هادٍ، مثل قاضي جمع قضاء، هدى على الذي به اقتدى. والاقتداء هو الاتباع والاستنان، اقتدى به أي اتبعه، ويقال له الاقتداء ويقال له الأسوة ويقال له الإمامة. الإمامة، الإمامة هي أيضا هي الاقتداء، والأسوة كذلك هي القدوة. فالذي اقتدى به اقتدى الهداة أي اقتدى به الصحابة والعلماء والدعاة والمؤمنون والصالحون، كلهم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرهم بذلك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة حسنة. فيعني جميع من هو هادٍ فهو اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. جميع المؤمنين، جميع العلماء، جميع الدعاة، جميع الصحابة، كلهم اقتدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن ما زال الكلام عاما شيئا ما في كلام الناظم. الحمد لله والصلاة على الذي، قلنا هذا عام، الذي كلمة الموصولات هي عمومية يعني، ولكن بعد الموصول يجيء البيان من هم. الموصول بعد الموصول يجيء البيان، ولهذا كان الموصول وكين صيلة الموصول، الموصول وصيلة الموصول. الذين آمنوا، الذين اسمه موصول، آمنوا صلة الموصول. الذين كفروا لابد إذا في الكلام العربي الذين لابد أن يأتي يعني البيان. فالذي اقتدى به يعني هذا هنا جملة بيانية أو جملة الموصول، جملة صلة الموصول، جملة صلة الموصول. الذي به اقتدى الهداة. ثم جاء البيان أكثر، قال محمد، محمد. فمحمد هنا إما أنها بدل من الذي، وإما أنها عطف بيان، عطف بيان. لأن العطف إما عطف نساقين أو عطف بيان. عطف نساق هو جاء زيد وعمر، أو جاء خالد فعمر، أو جاء زيد ثم عمر، يعني هذا عطف نساق، بمعنى أنك نسقت الاسم الأخير مع الثاني مع الأول، هذا عطف نساق. كاين عطف بيان أي أن عطف البيان يبين من هو هذا، فهمتي؟ وعطف البيان يشتبه مع البدل، يشتبه مع البدل. العطف إما ذو بيان أو نساق، كيقول ابن مالك في الألفية، العطف إما ذو بيان أو نساق. هذا العطف هكذا، إما ذو بيان وإما ذو نساق. لكن هنا محمد ماشي عطف نساق، هو عطف بيان، بمعنى أنه بين لنا هذا الذي، بيّن لنا هذا الذي. ويجوز أن يكون بدلا، لكن يعني هذا الأولى أن هذا عطف، عطف، عطف بيان. محمد الآن اتضح لنا من صلى عليه الناظم،
أو اتضح لنا الذي صلى عليه الناظم، الذي صلى عليه الناظم اتضح لنا. فاتضح لنا في أول الأمر في قوله به اقتدى الهداة، اتضح لنا اتضاح أول، ثم جاء البيان الواضح الذي لم يبقى فيه غموض ولا أي شيء، فقال محمد. فكلمة محمد بيان، بيان للذي أو بيان للذي به اقتدى سواء، إما أنها بيان للذي وإما أنها بيان للضمير في اقتدى. محمد إذا قلنا جاء الذين، من هم الذين؟ جاء الذين أتوا البارحة، هنا عاد اتضح أتوا البارحة هكذا. فالناظم رحمه الله لما ذكر أن كلمة الموصول يعني صلى الصلاة على هذا على يعني على 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 الموصول، بين لنا من هو، فقال به الذي به اقتدى الهداة، ثم قال محمد صلى الله عليه وسلم. فعلمنا أن المقصود الناظم بكلمة الذي التي وقعت عليها الصلاة أو التصلية هو محمد صلى الله عليه وسلم، على الذي اقتدى، على الذي به اقتدى الهداة محمد. محمد مجرور لأن العطف هكذا، هذا المعطوف يتبع المعطوف عليه في رفعه في نصبه في جره في خفضه في تعريفه في تنكيره، لأن هذه التوابع، التوابع أربعة: النعت والتوكيد والعطف والبدل. هذه التوابع دائما يعني المتبوع الثاني يتبع المتبوع الأول دائما في الإعراب. فعلى كلمة جر على الذي، كلمة على الذي مجرور، الموصول مجرور، فجاء المجرور محمد ليدل على أن هذا عطف بيان عطف. ثم لما جينا إلى المعاني وجدناه أنه ليس عطف نصاق، لأنه هذا ليس من قبيل النصاق، فعلمنا أنه عطف بيان. فكل عطف إما أن يكون عطف بيان أو عطف نصاق، كما ذكر ابن مالك رحمه الله في الألفية على الذي محمد ثم أثنى عليه، صلى عليه ثم لا بد من الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سيدي خلق الله، سيدي خلق الله، أي أشرف خلق الله، لأن السيد يمكن أن يطلق على الرئيس، يمكن أن يطلق على الشريف، يمكن أن يطلق على الرجل الذي وجاه القوم إلى غير ذلك، يعني فالسيد هو الشريف، السيد هو، ولهذا سموا السادات أي هم الشرفاء السادات. فإذا كان الإنسان سيد فإما أن يكون سيد في العبادة في الطاعة أو سيد في العلم أو سيد حتى في الزعامة، فكل هذا كلمة سيد تشمل هؤلاء الأنواع من الأشخاص. سيد قال سيد خلق الله، ما قال سيد فقط، لا سيد خلق الله، لأن إذا قال سيد فيشترك فيه جميع السادات، لكن قال سيد خلق الله، سيد خلق الله أي كل سيد، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو سيده، سيد خلق الله أي سيد جميع المخلوقات، فتعم جميع المخلوقات من آدميين من ملائكة، سيد خلق الله. والناظم رحمه الله انطلق من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أنا سيد ولد آدم، يعني جميع أولاد آدم أنا سيدهم ولا فخر، لكن بدون افتخار، بدون افتخار، لأن الفخر
ليس من صفات الصالحين والعلماء، فإذا كان ليس من صفات الصالحين والعلماء والآئمة فمن باب أولى أن لا يحوم حول الأنبياء والمرسلين ولا فخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني نفى الفخر عنه عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأنا ولد سيد آدم البيان، ماشي الثناء، البيان، أنه بيّن للأمة أو بيّن للناس أنه سيد ولد آدم. ولهذا يعني انطلاق من الحديث وهذا غيره، إذا كان الإنسان يقصد بالثناء على نفسه البيان أو المعرفة أو كذا فلا بأس، لا بأس، لا بأس أن تقول أنا فلان ابن فلان العالم كذا كذا كذا، لكن القصد منك أن تبين للناس. أما إذا كنت تفتخر فهذا أمر آخر لا يجوز ولا ينبغي. إذن فتثني على نفسك أحيانا يعني يكون لك سعة في الشرع، يكون لك سعة في الشرع أنك تثني على نفسك وتذكر نفسك بما أنت عليه فقط، لكن القصد إياك وقصد الافتخار فهذا مذموم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولهذا الناظم قال سيد خلق الله، والخلق مصدر خلق، الخلق مصدر خلق، خلق يخلق خلقا، فالخلق مصدر، لأن المصدر هو الذي يأتي ثالث الفعل، خلق يخلق خلقا، والخلق هو المنشأ أي المخترع في اللغة، الخلق هو المخترع المبتدع، الخلق هو المخترع المبتدع. ولهذا خالق الخلق أي مبدع الخلق، منشئ الخلق، مبدع الخلق منشئ الخلق. والخلق يكون على غير مثال سابق، وهو من خصوصية الله تعالى، على غير مثال. كيف؟ وأن هذا البشر لم يسبق له يعني الخلق، أي لم يكن مخلوقا، لا صورة ولا شكلا ولا هيئة ولا أي شيء، فخلقه الله، فكان خلق الله لهذا الإنسان مبدعا منشئا مخترعا، مخترع على غير مثال، على غير مثال. ولهذا الله قال بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، كل هذه الكلمات الألفاظ يعني معناها واحد، بديع السماوات. البديع هو الذي أتى بشيء على غير مثال، فخلق الله، خلق الله في كلمة الناظم مصدر، وهو من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، خلق من؟ خلق الله، والخلق هنا بمعنى المخلوق، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، الخلق مصدر بمعنى اسم المفعول، الخلق بمعنى المخلوق، فقد يأتي المصدر ولكن مقصود به اسم المفعول، أو يأتي اسم الفاعل المقصود به اسم المفعول، هل جريح، قاتل، سليم، قاتل بمعنى مقتول، جريح بمعنى مجروح إلى غير ذلك. محمد سيد خلق الله وآله ذوي العلا والجاه في هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.